برنامج 7 ويز، برنامج الملاحه الشهير، هنشغله على الميديا نيف اللي هو فيرجن 4.1.0. دي الفيرجن بتاعتي اللي موجوده عندي، هي كانت المفروض اول ما جت كانت 4.0.5، وانا عملت ابديت، بس هو المفروض يعني ممكن ما تاثرش اول فيرجن، لان الخطوات تقريبا ثابته. الاول احنا بنبتدي نخش على الويندوز بلاتفورم بتاع الجهاز، الويندوز وين سي اي، بالطريقه المعتاده اللي شرحناها قبل كده في الفيديو اللي فات. اهي الصوره، معلش اسف، الكود بتاع التست مود اهو مكتوب اسفل الفيديو، مش نحل ان شاء الله. بعد كده الوين سي 03، الكود هو المفروض 03 6 2، دخل على الويندوز سي اي اهو، هلاقي عندي بس كده فوق انا اسمها ماي ديفايسز. المفروض اول ما افتح هلاقي ماي ديفايسز دي على الديسكتوب. ثانية واحدة، المفروض اول ما افتح الويندوز سي هلاقي الديسكتوب بتاعها كده قدامي، بس انا كنت فاتح من شوية فكانت باينة حاجة تانية. اول ما افتح هلاقيها كده، بعد ما اكتب الكود ادوس انتر هيبان الشكل ده عندي. اخش على معلش ماي ديفايسز، هلاقي عندي ام دي، وبعدين ستوريج كارد، ستوريج كارد 2، ستوريج كارد 3، ستوريج كارد 4. هخش على ام دي، هلاقي برنامج اللي انا محمله على الفلاشه، والرابط بتاع التحميل بتاع البرنامج وبتاع خرائط مصر لحد شهر 12 2020، الرابط ان شاء الله موجود اسفل الفيديو. هفك الضغط بتاع الملف واحمله على الفلاشه، والفلاشه تكون معمول لها فورماتنج بفات 32، وسميت الفولدر 7 ways زي ما هو اهو. هخش عليه عادي جدا زي اي حاجه بستخدمها على الويندوز العاديه. هلاقي الملف اللي هو 7 ways اللي هو فيه ايقونه خضراء، هضرب كليك عليه اهو، هيبتدي يحمل. بس هو اول مره يعني هو بيغيب شويه، لان الجهاز يعني ضعيف شويه، الميديا نيف الفيرجن القديمه دي ضعيفه شويه، فبياخد وقت في التحميل، فعادي انه يغيب كده، مفيش مشكله يعني. هقول له اجري ده، لما احمل هتلاقي صوره الخريطه، الكره الارضيه اللي فوق دي كده، هدوس عليها هيجيب لي الكارنت بوزيشن بتاعي. في خطوه قبل دي ممكن تظهر عندك وممكن ما تظهرش، اللي هي السيتنج. لو انت عايز تعمل سيتنج للساتلايت هتجيب الايقونه دي كده من القايمه، هدوس عليها كده. لو كل البارات دي كلها بيضه ما فيهاش لون ديجريدي زي كده، يبقى هو لسه ما عملش كونكشن. حضرتك هتدوس على ديتكت وتستنى شويه، هتلاقي مكتوب هنا ديتكتنج وثلاث نقط. هتنتظر شويه لحد ما يكونكت بس بالساتلايتس اللي هو مظبوط عليهم الجهاز، هتلاقي ابتدى البارات دي تظهر. هو حسب قوه السيجنال في كل قمر، هو يعني الموضوع متغير، واحنا بنتكلم دلوقتي في قمر بقى احمر، وبعدين الاشاره بتاعته اهو زي ما احنا اللي هو 29، فماشي الحال كده كده. هو عنده أمارة تانية لسه لغاية منها الإشارة، والإشارة بالنسبة له قوية، ويقدر يجيب البوزيشن بتاعه ويقدر يعمل كل حاجة. بعد ما يعمل ديتكتنج ويبان المؤشر بتاع قوة السيجنال كده باللون الأخضر، طالما أكتر من 3 أو 4 أمار مفيش مشكلة، إن شاء الله هيشتغل معاك كويس حسب الاستقبال بتاع العمل الصناعي في المكان اللي أنت فيه، وغالبا إن شاء الله مش هيقلوا عن 5 6 أمار في معظم الأماكن اللي ممكن تشتغل فيها. هتقول له أوكي، هتكمل بقى كده عادي، عندك القائمة كلها أهي. يعني هتخش بقى على القائمة الأساسية بتاعته من هنا. لو عايز بقى تشوف بقى تعمل أي حاجة، مبروك عليك البرنامج. عايز تعمل بحث، عايز تعمل تشوف بليس معين، عايز تحط كوردينيت، بس عايز تخرج منه تاني أهو، نرجع تاني. عايز تخرج منه تاني هتدوس على منيو، هتلاقي دي علامة الخروج اكزيت، هتدوس على اكزيت كده رجعت على الويندوز وين سي. عايز تطلع بره خالص
للانترفيس بتاع الميديا ناف، هتطلع فوق السهم ده كده اهو. كمان مرة هتلاقي ستوريج كارد اهي، دبل كليك عليها. عشان الفيديو صعب شوية، ثانية واحدة. اهي ستوريج كارد، دي موجودة في الفيديو اللي فات. وسيستم اهي، وبعدين اب مين، بس خلاص انت كده رجعت على زي ما كنت. هتشيل الفلاشة خلاص، كل حاجة رجعت زي ما كانت. بس